الـ AMD Modulation، مصطلح الديموديليشن نعرف على أساس أنه عملية استرجاع الإشارة الأصلية اللي هي تمثل إشارة المعلومات يعني من الـ Incoming Modulated Wave، من الإشارة اللي هي وصلت إلى الإشارة المضمنة، بمعنى أنه هي عملية الحصول على المعلومات. احنا ذكرنا أنه إشارة الـ AM حتى أحصل عليها هي أجيب المعلومات أحملها على كارير وأسوي لها عملية إرسال، فبالتالي الإشارة اللي وصلت للـ Deduction أو للدي موديليتر، الإشارة اللي وصلت هي عبارة عن إشارتين، إشارة معلومات وإشارة كارير ممزوجة. فوظيفة الدي موديليشن هنا أنه أنا كيفية أعزل الكارير وحصل على الكارير زائد المعلومات. الكارير قلنا إحنا ما نهتم به باعتبار مو هو المعلومة مالتي، وإنما وسيلة لنقل المعلومات، فبالتالي أعزل الكارير وحصل على المعلومات. طيب من طرق الديدكشن مالتنا طريقة نسميها طريقة الانفلوب ديدكتر. طبعا هنا نخلي في بالنا كلامنا عليه من هذه طريقنا، كلامنا على طريقة أو على إشارة الأي أم الاعتيادية على النورمال أي أم سيجنال اللي هي الكارير زائد الدبل سايد بانس مالتها. فبالتالي هذا الكلام هنا هي عبارة عن الدبل سايد بانس زائد لارج كارير اللي هي الإشارة النورمال الاعتيادي. يعني طريقة الانفلوب ديدكتر هي الطريقة المستخدمة في كشف الإشارة الاعتيادية للأي أم. زين شنو الدائرة مالتي هسه هنا بالنسبة للانفلوب ديدكتر؟ مبدأ الدائرة مالتنا، هذه الدائرة تتكون من دايود زائد ار سي فلتر. يعني الإشارة اللي موجودة عندي هي إشارة اي ام ويف، وصلت لنا من بعد ما سوينا عملية إرسال وصلت لي إشارة اي ام. إذا راح افترض انه هنا سواء الإشارة الواصلة هي هذه هي عبارة عن اي ام سيجنال. زين من وصلت لي اي ام سيجنال راح اخلي وياها هنا هذه مقاومة، راح اسميها مقاومة إدخال RN. هذه المقاومة وظيفتها نسوي عملية حماية علمية للدايود، خليت الدايود بالطريق. بعد الدايود قلنا RC فلتر، يعني راح يكون هنا عندي متسعة وراح تكون عندي بالتوازي وياها مقاومة، وهذه الإشارة اللي خارجة اللي هنا هسه المفروض ما بعد هذا الفلتر ان تكون الإشارة مالتي هي إشارة المعلومات. هذه هنا الاوتبوت ما بعد الفلتر، هذه RC، هذول اثنيناتهم هذه RC فلتر. واحنا هذا ان شاء الله من اشرح الموضوع الفلتر بتفاصيله راح اخذ هذا النوع بالتفصيل كيفيه ايجاد الترانسفير فانكشن مالته. زين هسه الاشاره اللي صارت عندي انه اولا هذه الاشاره هي الداخله الفي ان اوف تي اللي دخلت على الدايود، الاخراج ما بعد الدايود هي راح يدخل على اليمن على الار سي فلتر، الاوت بوت مالتي المفروض هي المسج المعلومات الانفورميشن، لان وظيفتي هنا انه هذه الدائره تسوي عمليه عزل للكارير عن المعلومات وبالنتيجة حصل على المعلومات. هسه مبدأ العمل شو راح تشتغل هذه الدائرة؟ أولا الإشارة اللي واصلة بما أنه الإشارة مالتنا هنا قلنا هي عبارة عن ساين ويف، الإشارة مالتي الإشارة اللي وصلت عندنا هي راح تكون بدلالة الكوساين، فبالتالي هي راح تكون إشارة تحتوي على جزئين، جزء موجب وجزء سالب. خلال الجزء الأول اللي هو الجزء الموجب من الدورة الداخلة من الإشارة اللي داخلة، الدايود راح يكون في حالة انحياز أمامي. زين هذا الانحياز الأمامي راح افترض الدايود هنا مثالي، فراح يكون عندي شورت. الإشارة اللي واصلة اللي هنا التيار اللي واصل راح يؤدي إلى شحن المتسعة، يشحن ليها طبعا هذه هنا بالعكس، هذه السي هذه المتسعة وهذه المقاومة. التيار اللي هنا مر بعد ما انه صار الدايود في حاله انحياز امامي، مر التيار راح وظيفته انه يشحن لي المتسعه لان توصل الى البيك فاليو مالت الامبو سيجنال. زين بعد ما انه انشحنت الاشاره مالتنا راح افترض هسه انه الاشاره انعكست، يعني بالامبو سيجنال مالتنا هسه من تحولت من جزء الموجب الى جزء السالب، يعني هسه هذا خلي افترض موجب هذا سالب. خلال الجزء الموجب قلنا صارت عندي عمليه دايود انحياز امامي، مر التيار شحن لي المتسعه. خلال الجزء السالب من الإشارة راح يكون الدايود هسه في حالة انحياز عكسي، وبما أنه راح يكون في حالة انحياز عكسي راح يكون open circuit، هالمرة راح تبدي المتسعة تفرغ الشحنة مالتها لكن بشكل بطيء. خلال منه تفرغها؟ خلال المقاومة اللي موجودة عندي اللي هي مقاومة اللي خنسميها الارلود، هذا المقاومة مالتها. زين هذا الشحن راح يستمر إلى أن نوصل المن إلى الدورة الجديدة مالتها تنعاد، تبدي الدورة الثانية وتستمر العملية بهذا الشكل بهذا الترتيب. زين الإشارة مالتنا
عندما الامبو سيجنال مالتي راح تكون هي اعلى من الفولتية على المتسعة، الدايود راح يكون في حالة شنو كونتاكت مرة ثانية اللي هنا بالجزء الثاني بالدورة، وتستمر العملية بهذا الشكل. اذا مبدأ العملية مالتنا في حالة الانفلوب ديتكتر هو قائم على اساس انه عملية شحن وتفريغ المتسعة. زين الشكل العام خلي اصور هسه الاشارة مالتنا، اشارة الاي ام سيجنال اللي موجودة، يعني هسه هذه اللي هي الدائرة مالتي، الاشارة اللي وصلت هي اشارة اي ام. زين شنو الإشارة اللي خارجة؟ الإشارة مالتنا الـ VN input أو خلينا نسميها الـ input signal مالتي أو الـ AM signal، الشكل العام راح يكون بهذا الترتيب، خلي أفترضه بهذا الشكل. هذه طبعا اعتمادا على الكارير، هذه شكل إشارة الـ AM بهذا الشكل. هذا طبعا في حال كون مقدار قيمة الـ M هو أقل من واحد، هذه باعتبار الماكس، هذه المينيمم، هذه لحاله الام اقل من واحد. زين هذه الاشاره هي تمثل هسه خلينا نفترضها بهذا الشكل، هذه تي، هذه تمثل مقدار قيمه الفي ان اوف تي، هذه الاشاره اللي راح تدخل عليها من على الدايود، وبالتالي خلال الجزء الاول راح تشحن وتفرغ وتستمر العمليه. زين الاشاره اللي راح تطلع من الدايود اللي هي تمثل الانفلوب ديتكتر الاشاره مالتنا، بعد ما انه انا اسوي لها عمليه كشف وحصل على المعلومات، الإشارة اللي راح تطلع عندي هذه تي، هذه الاوتبوت مالتنا خلي اسميها الفي اوت اللي هي تمثل الانفورميشن، هذه الانفورميشن المعلومات ايش راح تكون؟ راح تكون المفروض هي إشارة معلومات، لكن شنو الشكل العام بهذا الترتيب، لكن ما تكون صافية بهذا الشكل وإنما تكون تحتوي على ريبلز بهذا الشكل، هذه ريبلز. زين هذه الإشارة مالتنا تحتوي المعلومات هنا، أنا باعتبار أنا داز هذا الساين الاعتيادية ظهر بها فد ريبلز، هذه الريبلز هون تخلص من عدها، أتخلص من عدها عن طريق أنه أمرر هذه الإشارة مالتي هسه هنا، هذه الإشارة اللي واصلة، يعني راح أجيب الـ V out of T أمررها على low pass filter، low pass filter بهذا الشكل اللي هو بتردد الكارير، باعتبار الريبلز اللي موجودة هذه بتردد الكارير، وأحصل على الانفورميشن بيور، المفروض يعني راح تكون الإشارة اللي تطلع هنا هي بهذا الشكل، إشارة معلومات صافية. زين هسه هنا هذه الطريقة هي الطريقة خلينا نقول الأسهل والأبسط لكشف إشارة المعلومات، إنه مجرد إنه أنا عندي دايود وعندي آر سي فلتر، وهذه من أبسط أنواع الفلاتر. زين هسه هنا أريد خلي أبدي أعطي ملاحظات على ميزات إشارة الأي أم، خلينا نقول إيجابياتها وسلبياتها. اولا من ناحيه الميزات او خلينا نقول الادفانتج مالتها، اشاره الاي ام هي تعتبر الطريقه الاقدم، وسبب انه الطريقه الاقدم لانه سهوله توليدها وسهوله كشفها. الميزه الاكبر بهذا النوع من انواع الموديليشن انه قلنا بساطه توليدها وبساطه كشفها، لانه بالتوليد جاي استخدم طريقه السويج موديليتر، وبالكشف استخدم طريقه الانفلوب ديتكتر، وهذول الطريقتين هم من الطرق الأسهل. طبعا أكو طرق ثانية، يعني ممكن أنه أنا أولد أي أم سيجنال باستخدام طريقة السكوير لو موديليتر، وبنفس الأسلوب أقدر أستخدم طريقة الكشف اللي هي طريقة السكوير لو ديتكتر. زين النقطة رقم 2، يعني إضافة هسه خلينا نقول أنه السهولة بالتوليد والكشف، الميزة الثانية أنه النظام رخيص طبعا لأنه سهل بالتوليد والكشف، فماكو تعقيد بالمنظومة، بالتالي راح يكون هو نظام رخيص. لذلك انه يعني خلينا نقول انه محطات الاي ام الراديو اي ام سيجنالز منتشره، السبب انه رخيص. زين سلبياته شنو هي؟ السلبيات انه عندي انا هذا المنظومه تعتبر من منظومات الغير كفؤه من ناحيه القدره، لانه انا عندي اولا ضياع بالقدره كلش كبير، بسبب اولا اشاره الكارير مع اشاره المعلومات ماكو اعتماديه بيناتهم، فبالتالي راح تكون عندي اكثر من 50% من التردد من القدره مالتنا، يعني اكثر من 50% من القدره الكليه هي ضائعه وين؟ بالكارير، فبالتالي هذه قدره ضائعه. لذلك الكفاءه مالت المنظومه بافضل حالاتها هي راح تكون هي دائما اقل من او مساوي الى 33%، هاي في افضل حالاتها، في حال كون مقدار قيمه الام تساوي لي 1 راح تكون هي 33%، فبالتالي هي دائما اقل من 30%. هسه هذه واحد من المساوئ انه قدره ضائعه كبيره. 2 عندي ضياع بالباندويث،
يعني الضياع بالباندوث وين راح يكون؟ يكون انه دائما انا عندي ابر ولور سايد باند بالنسبه لاشاره الاي ام، وهذول اثنيناتهم ماكو اعتماديه بيناتهم متميزه، اضافه الى انه ميزه السيمتري اللي موجوده. يعني من اجهزه ارسم الطيف الاشاره الاي ام، هذه هنا راح اقول اي ام سيجنال في حال سنجل تون، راح يكون هنا عندي هذا الكارير، هذه اف كارير، اكو هنا شنو سيمتري، هذه اف كارير بالماينس، راح يكون هنا عندي السايد سبان مالتنا بهذا الشكل، فبالتالي الباندوث راح يكون هو هذا، هذه هنا عندي اف كارير زائد اف ام، وهنا عندي راح يكون عندي اف كارير ناقص اف ام، فبالتالي راح يكون عندي ضياع بالباندوث. فصار عندي نقطتين اساسيه، وهذول النقطتين هم من اهم ميزات منظومه اتصالات، انه لازم يكون عندي توفير بالقدره، هنا راح يكون عندي ضياع، عندي استغلال امثل للباندوث، هنا عندي ضياع بالباندوث. طيب يعني شلون اقدر انه اتجاوز من هذول النقطتين؟ شلون اقدر اتجاوز واحسن من كفاءه منظومه الاي ام؟ زين، هنا راح يكون عندي حالتين، الحالتين هذولي حتى اتجاوز هذول السلبيات بمنظومه الاي ام، هنا راح يصير عندي ما نسميه بالتريد اوف سيستم، يعني انا راح احاول انه اتنازل عن بعض الايجابيات في هذه المنظومه حتى احسن او اتجاوز من السلبيات مالت المنظومه. هنا ايش راح يصير عندي؟ اولا راح يظهر عندنا انظمه ثانيه، يعني انا بدل ما انه يكون عندي نورمال اي ام اللي هو الدبل سايد سبان زائد، يعني سايد سبان زائد الكارير، راح اولد هنا الدبل سايد باند سبرس كارير. هذا شنو النظام؟ هنا أنا راح يكون عندي الترانسميتد سيجنال مالتنا راح تتكون فقط من الابر واللور سايد باند، وبالتالي راح يكون عندي هنا شنو راح يكون عندنا نسميه السيف بالباور بالترانسميتد، باعتبار انه هنا راح يكون عندي الكارير اللي هو باعتبار القدره كلها ضايعه وين؟ بالكارير، وبما انه هذا ما راح يكون موجود عندي، فبالتالي القدره اللي راح اوفرها راح تكون قدره كلش كبيره. زين، هذه خلينا نقول انه نسميها الايجابيه المهمه بالنسبه هذا. يبقى هنا صح انه مقدار قيمه الشانل باندوث هو 2 دبليو، باعتبار الدبليو هي الباندوث الانفورميشن فريكوانسي، راح يبقى عندي الباندوث مالتنا هو 2 اف ام او 2 دبليو في هذا النوع، لكن هسه هنا الايجابيه انه راح يصير عندي تحسين على مستوى القدره. زين، النظام الثاني اللي يمكن انه انا استخدمه حتى احسن من منظومه الاي ام هو الفيستيجال سايد باند. هذا النوع هو عباره عن شنو؟ هو عباره عن سايد باند وحده زائد جزء من الباند الثانيه. زين، هذا النوع بالنسبه لي الريكويرمنت باندوث شانل راح يكون هو عباره عن شنو؟ عن الباندوث مالت الشانل الوحده، او خلينا نقول مالت السايد باند زائد جزء من الباندوث مالت الثانيه، اعتمادا على يمن على عرض الفيستيجوال سايد باند، فبالتالي راح يكون هو جزء، وراح ارسم بالتفصيل كيفيه انه الحصول على هذا النوع او الطيف مال هذا النوع. زين، فبالتالي شنو صار عندي؟ هذا سيف، هنا عندنا سيف النوع الاول بالباور امباور، هذا راح يكون هنا عندي سيف ان باندوث، باعتبار الباندوث مالته هذا ما راح يكون 2 اف ام، وانما هو عباره عن اف ام زائد جزء صغير من التردد السايد الثانيه. زين، النوع الثالث اللي يمكن انه انا استخدمه هو السنجل سايد باند. السنجل سايد باند طبعا هو اما يكون هو اللور سايد باند او الابر سايد باند، وبالتالي ايش راح يكون هنا عندنا؟ راح يكون عندي الباندوث سيف بالباندوث، باعتبار انا بدل ما يكون عندي 2 اف ام راح يكون عندي اف ام، فهذا راح يكون هو سيف ان باندوث، سيف بالباندوث. زين، استخداماتهم وين راح تكون؟ بالنسبه للفيستيجال سايد باند راح يكون هو الاستخدام الامثل بالتلفزيون، اشارات التلفزيون اللي نسميها بالوايد باند سيجنالز، هذا نستخدمه بالوايد باند سيجنال اللي هي اشارات التي في. بالنسبه لهذا هو الاستخدامات وين؟ بالفويس سيجنالز، الفويس سيجنالز. زين، لانه جاي اخذ جزء، فبالتالي الفويس دائما راح تكون هي تردد مالتها قليل. زين، خلي اخذ السلبيات مالت هذول، هسه هذول باعتبار ايجابيات مقارنه بما باشاره الاي ام، راح يكون عندي تحسين على القدره، تحسين على الباندويث. شنو السلبيات؟ السلبيات راح يكون عندنا اولا انه تعقيد بالمنظومه، وهذا التعقيد يؤدي الى زياده بالكلفه، فبالتالي صار انه انا حسنت على جزء، حسنت من جانب
وصار عندي خلينا نقول اضافه مجانا، فبالتالي هي الموازنه. يعني انت تريد منظومه جيده لازم تدفع فلوس، فبالتالي راح يصير عندي زياده في الكلفه. تريد منظومه بكفاءه اقل راح تكون رخيصه. زين الاشارات مالتنا كطيف كل واحده من هذول ايش راح يكون؟ خلي افترض انه هذه هي اشاره المعلومات، خلي افترض انه هذه هي اشاره المعلومات، الطيف مالتها بهذا الشكل. هذه خلي افترضه هو 2 باي بي، هذا 2 باي بي سالب، وهذه هنا راح يكون عندنا الاوميجا اللي هو التردد، هذه الاوميجا جاي اكتبها بدلاله اوميجا، لذلك ضربت هنا في 2 باي باعتبار اوميجا هي 2 باي اف، هذه 2 باي اف، واذا اريدها بدلاله الاف راح يكون فقط عندنا بي ناقص بي. زين هسه هذه تمثل شنو هي الانفورميشن مالتنا اللي هي المعلومات اللي اريد انقلها. زين النوع الاول اللي هو الدبل سايد باند الاعتياديه، اللي دبل سايد باند سبرس كارير راح يكون عندنا السنتر مالتها وين؟ بالاوميجا سي، هذه ناقص اوميجا سي، راح تكون الاشاره مالتي هي نفسها هذه سنتر بهذا الشكل. طبعا الامبليتيود هذا نتحكم باعتمادنا على من راح يكون هو مو نفسه، لانه قلنا في حال انه نفس الامبليتيود اللي موجود اللي هنا راح يكون السيستم مالتي هذا ديستورشن للسيستم، فبالتالي هذا مثالي يصير اكو تغير بالامبليتيود هو دائما اقل اعتمادا على من على طبيعه الشانل اللي جاي ننقل بيه، فبالتالي راح اخليه هنا خلينا نقول هو كي في اي، اذا افترضت انه هذا اي والكي هو كميه اقل من واحد. زين هذا شنو؟ هذا الدبل سايد باند، هذه خلي اكتبها هي عباره عن الدبل، هذه دبل سايد باند سيجنال. زين الفيستيجر سايد باند راح يكون هو جزء من قلنا السايد باندز الاولى وبص وحد قليل ميمن من الثاني، يعني فرضت انه هذا هو الاوميجا سي، هذه راح يكون عندي السايد باندز وراح يكون جزء خلي افترضه بهذا الشكل من الجانب الثاني، وهذه ناقص اوميجا سي راح يكون هنا عندنا بهذا الشكل وراح يكون بهذا الجزء جانب. فبتشوف هذا هنا خلي احدد هذا هو الحد اللي هو يمثل مقدار قيمة الجزء الثاني من الباند الثانية، لذلك سميناه هو فيستيجر سايد باند، هو باند كاملة وحدة زائد جزء من الثانية، سواء كان هسه هنا تعاملنا مع الأبر إذا كان لور نفس الكلام أنه أخذ هذا وأخذ جزء من الجانب الثاني، هذا هو الفيستيجر سايد باند. النوع الأخير اللي هو السنجل سايد باند، السنجل سايد باند فرضا لو أخذت الأبر سايد باند فهو فقط الأبر سايد باند، هذه الأوميجا سي وهذا راح تكون السايد باند سيل كلها، وهذا هنا اللور راح يكون أقل، فهذا أوميجا سي زائد الأوميجا أم، وهذه ناقص أوميجا سي، هذه هنا راح يكون عندي ناقص أوميجا سي ناقص أوميجا أم. زين هذا راح يكون هو الأبر سايد باند اللي هو عبارة عن السنجل سايد باند، والنوع مالته حسب الرسم هو الأبر سايد باند. زين هذول كل واحد من عندهم راح اناقشهم في مقاطع خاصة لكل واحد من عنده، طريقة التوليد مالته وطريقة الكشف ومعادلة الرياضية. بالنسبة لمعادلات القدرة احنا ناقشناها او مسائل القدرة، لكن بعد ما انه نكمل من عملية التوليد والكشف راح اسوي عملية توتوريال على مجموعة من المسائل المتعلقة بالباور مالتهم والطيف وكيفية الحصول على المعلومات لمسائل مختلفة ان شاء الله.